أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. كهرمانة بطلة هذه الحكاية، فهي قهرمانة بالقاف التي أصبح بعد ذلك الكاف، وهي طفلة ذكية وشجاعة لأب كان يملك ما يشبه الفندق اليوم ويدعى الخان لإيواء المسافرين، ويمتلك عربة يضع فوقها عددا من الجرار التي يملأها بالزيت صباح كل يوم ليبيعه في السوق. وفي ليلة شتاء باردة نهضت كهرمانة من فراشها بعد سماعها أصوات غريبة لتشاهد عددا من الغرباء الذين اختبأوا في الجرار الفارغة وأطلوا برؤوسهم لمراقبة رجال الشرطة الذين أحاطوا المكان. فأسرعت كهرمانة لإخبار والدها واتفقا على إحداث ضجة في الخان لكي يخفي اللصوص رؤوسهم، وتم لهما ما أرادا. وهنا قامت كهرمانة بملء أحد الأواني بالزيت وراحت تصب في الجرار الواحدة تلو الأخرى، فأخذ اللصوص بالصراخ والعويل مما أوقعهم في يد رجال الشرطة. هكذا تقول حكاية كهرمانة. ونصب كهرمانة في العاصمة بغداد أزيح عنه الستار عام 1971 وصنعه النحات العراقي الراحل محمد غني حكمت، ويعتبر ضمن أبرز معالم العاصمة بغداد. وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في العراق صورا تظهر نصب كهرمان الشهير وسط العاصمة بغداد وعليه أنابيب بلاستيكية خضراء في منظر وصف بأنه بغير اللائق بالنصب المحبب لدى البغداديين. وكان الكاظمي قد كشف قبل زيارته إلى نيويورك عن وجود خطة لتأهيل ساحة بغداد الرئيسة وجسور العاصمة، حتى جاءت صور تشويه كهرمانة لتكشف عن العقلية التي يدار بها البلد وتدار بها مشاريع إعادة التأهيل التي أعلن عنها رئيس الحكومة الحالية. وأعلنت أمانة العاصمة بغداد من جانبها بأن الأعمال الخاصة بصيانة نصب كهرمانة لا تزال جارية، مؤكدة بأن الأنابيب التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي هي لتعويض الأنابيب السابقة وصيانة الجرار التي تحطمت نتيجة حادث سير تعرض له النصب، قبل أن تسارع الأمانة لتطويق النصب بجدران حديدية لمنع تصويره وللتغطية على الفضيحة كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد هذه الصور المؤلمة، نشاهد كيف أن النصب قد تم وضع أنابيب بلاستيكية في الجرار في هذا النصب الشهير في بغداد. أمانة بغداد شكرا جزيلا على هذا الاهتمام، بعد أن صارت الانتكاسة، بعد أن سويتوا لكم انتكاسة ومديتوا أنابيب بهذا الصرح العظيم اللي عمره 50 سنة، نصف قرن تاليتها ما عندكم وجه تقابلون بيه الناس والإعلام، تسوون سياج تغطون على عملكم. أنابيب ولكم بكهرمانة عمرها نصف قرن فوقاهم طوقينها، والله عيب عليكم، ولكم شوهتوا سمعة العاصمة بغداد. هذا المكان مركز بغداد، قلب بغداد، تطوقونه. وكأن اللصوص قد خرجوا من جرار والد كهرمانة فخربوها وخربوا العراق ومعالمه منذ عام 2003 ولغاية الآن. نذهب إلى تفاعل العراقيين على تويتر حول تشويه نصب كهرمانة في العاصمة بغداد، فمنهم من غرد وقال حول هذا التشويه، يقول الشاعر العراقي حارث الأزدي: جراحك تستثار بلا أمانة، إذا نزفت جرارك كهرمانة،
ألا تبا لمن سرقوا بلادي فقد مزجوا الفساد مع النتانة، ألا صبي بزيتك كهرمانة وقولي لا أقيم على المهانة. أما الصحفي العراقي عثمان المختار فهو الآخر غرد حول هذا الموضوع وقال: تواصل معي المهندس أدهم العاني أحد مسؤولي أمانة بغداد سابقا ومقيم حاليا في العاصمة البريطانية، قال بأن هناك شبكة مياه أسفل النصب إلى جانب فلتر تصفية وكلها قابلة للاستبدال بغضون ساعات عبر إطار الخدمات الموجود أسفل الجرار. الواقع بأن هناك من رغب بالحصول على مقاومة، قال عفوا مقاولة. أما الإعلامية العراقية سجد الجبوري فقالت: لا تفتهمون بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالرياضة ولا بالفن ولا عندكم ذوق، أنتم منين جايين؟ من يا كوكب تتساءل؟ أنتم تحكمون بلد عمره 7000 سنة؟ تقول والله وصفة. الصحفي العراقي إياد الدليمي غرد: منذ زمن بعيد تركنا المطالبة ببناء البلد واستثمار أمواله، صرنا نمني النفس أن تتم المحافظة على ما فيه. يقول: ولكن هيهات، فهؤلاء الذين يحكمون عراق ما بعد 2003 لا علاقة لهم بهذا العراق. يقول: نصب كهرمان في بغداد هذا ما حل به أخيرا على يد رعاع الأرض وسقط متاعها. نعم، معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد. أبو عمر، يعني هذا التشويه لهذا النصب التذكاري المهم والذي يستمد من حكايات قديمة، حكايات بغدادية، هل برأيك بأن هذا التشويه جاء عن طريق الجهل بهذا النصب أم أنه أمر متعمد، خاصة بأن هناك عملية لتخريب معالم العاصمة بغداد؟ خذ على سبيل المثال قبل فترة قصيرة تم تشويه نصب الشهيد في بغداد ووضع كذلك أنابيب على أسماء الشهداء الذين سقطوا في الحرب العراقية الإيرانية، وكذلك تم تهديم العديد من المعالم منها ساحة اللقاء بعد الغزو بفترة قصيرة. كيف ترى هذا الموضوع؟ مرحبا بك معنا أبو عمر. أهلا بك. حياك أستاذ عمر. يا هلا بك. حيا الله قناة الرافدين وسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله أستاذ عمر. إحنا بالعالم كله وكأنه بالعراق كل المعالم الأثرية أو كل التماثيل اللي موجودة عندنا، إذا سواء بالعراق أو بالعالم كله بالدول الغربية أو بالشرق، يعني من الحكومات اللي تهتم لازم أنه بالمعالم وبالهاي الآثار وغصبا ما عليها أنه تحاول يعني بناء ترميمها كل سنة وتجديدها ونظافتها وإدامتها من أجل يعني حبا للشعب وحبا لما عملت هذه التماثيل والآثار اللي موجودة عندها بالشعب. فكل الحكومات اللي بالعالم اللي غصبا ما يكون أنه هاي التماثيل والآثارية هي شكل حضارة هذه الدولة والشكل أنه مستقبل ناس أجيال من شبابها من يكون أنه هاي المعالم اللي موجودة يعني قاموا بهم أجدادهم، قاموا بهم قبل ألف يعني نقدر قبل آلاف السنين. فهذا الشكل يعني نقدر نقول يعني للطلبة للأجيال اللي تجي من بعد هذه شوف المعالم والآثار هذه أكو إلها قصص وأكو إلها يعني روايات وأكو إلها يعني أشياء مهمة يفهمها الأجيال ويكونها مكانة يعني بالمجتمع في كافة المجتمعات. لكن لماذا هذا التخريب؟ لماذا هذا التخريب؟ يعني إما تخريب نصب ومعالم لها قيمتها الوطنية وقيمتها حتى العالمية، يعني أصبح الشواهد تعرف بها العاصمة بغداد، وإما يعني عمل نصب وتماثيل لا تليق حتى بطفل ربما يستطيع عمل أفضل منها. هل هذا التخريب والتشويه متعمد أم يأتي عن جهل؟ استاذ هذا هاي الامور يعني
تكون احنا من 2003 حلنا حكمة هاي الاحزاب وحكمة هاي الحكومة اللي نعرف فيها ما يعني ما قدمت وما طورت المعالم الحرية، بل هي دمرت وخربت كل المعالم اللي عندنا فيها التاريخ اللي يستذكر الاجيال وتستذكر يعني الشعب العراقي. يعني كثير عندنا من المعالم الاثارية دمرتها الحكومة في الأحزاب على مود الأجيال إنه ما يتذكرون هاي الأمور وما يتعرفون عليها ولا يكونون في أذهم. يعني عندنا كثير أنصار مثل أبو جعفر المنصور شالوا هذا التمثال وغيروا بغير تمثال، تمثال السعدون أيضا هم نفس الشيء شالوا استلقوا وجابوا غير تمثال. عندنا الجندي العراقي اللي بوزارة الدفاع هاي سووا نفق وكسروا الجندي العراقي والدبابة والجيش اللي كان مجورة اللي في الحرب العراقية الإيرانية أيضا هذا المعلم شالوه من وزارة الدفاع القديمة اللي باب المعظم فقط شالوه. ساحة اللقاء عندك هي نصب تذكاري موجود ساحة اللقاء اللي بالمنصور هذه أيضا شالوها. يعني كثير عندنا من المعالم الآثارية اللي موجودة عندنا ببغداد أو بالمحافظات كل هاي شالوها. نصب الشهيد أيضا كذلك في الحرب العراقية الإيرانية كل هاي شالوها لأنه على مود مثل ما قلت لك أستاذ بداية الأمور يخلق للأجيال وفكرة هذه ليش النصب وعن أي سبب كان إذا كانت في حرب وإذا كانت إنه ناس يعني في زمن الملوكية كل هاي الأمور اللي يعني في فهم إنه المواطن العراقي. إذن أنت تعتبر بين الأمر متعمد؟ طبعاً أكيد أكيد أستاذ عمر لأنه هذا متعمد. يعني كثير قلت لك عندنا يعني الجندي العراقي على الدباب اللي بوزارة الدفاع هاي شالوه في الشوهد اللي ساحة اللقاء إذا عندنا البغداد كلها هاي دمروها. هذا يعتبر تدمير وتخريب لأنه هم ما جايين على أنه حب الوطن وولاء الوطن وكل الأشياء اللي تذكر بالمعالم الحضارية السابقة ما يتواصل وياها. أشكرك أبو عمر من بغداد. كان معنا أيضاً من بغداد محمد. يعني تشويه نصب كهرمانة في بغداد ليس الأول ويبدو ليس الأخير على مدى السنوات الماضية وفي ظل حكم الأحزاب السياسية التي جاءت منذ العام 2003. من المسؤول ولماذا هذا التخريب وهذا التشويه بل وصل الحد إلى يعني إلغاء معالم؟ كل الدول تبقي على المعالم بغض النظر عن اختلافها مع النظام السياسي السابق، ولكن يعتبر هذا شاهد تاريخي وهذا ملك للبلد وليس ملك لحزب أو نظام سياسي. هل ما يجري اليوم مثل ما جرى في بغداد مع نصب كهرمانة هو أمر متعمد لتشويه معالم العاصمة بغداد؟ بالبداية تحية لك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. وهو الوضع يعني متعمد. كل الدول عندها معالم وعندها تماثيل تبني يعني تصنع تماثيل وعلى مود الأجيال اللي تيجي وراها يعني بتعرف على هذا النمط على هذا المعلم أو الطرح أو التمثال هذا شنو هذا مثلا يكتب قصته. يعني مع الأسف دول الحكام يعني دولة مو فكام يريدون يبنون بلد. يعني هذول جوي خربوه البلد. البلد سوى ضايع يعني ميليشيات ومسلحين وعصابات أحزاب بالشوارع كثار واللي يجادلهم واللي يناقشهم يختالوا. يعني هذا شيء مفهوم هذا شيء يعرفوا كل العراقيين الشرفاء يعني أقصد أنا العراقيين الشرفاء. يعني يطلعوا لك يومية تدشي لتغيير هذا والله احنا مسوين تدشي لدي نغيره والله احنا نريد نسوي اكو فتشي خذر بدنا نسويه كله تنهي يعني الهاء فقط. يعني دول دكتور شلون اقول لك بيها دول يعني دول العراقيون على 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 تويتر على فيسبوك يعني وصفوا هذه الطبقه الحاكمه التي تتصرف مع هذه المعالم يعني بأوصاف منها العتاقة منها بأنهم لا يعرفون قيمة لهذه المعالم، ومنهم من قال بأن الأمر متعمد لإخفاء هذه المعالم إن كانت معالم جديدة ولكنها ترمز إلى حقبة تاريخية أو أنها حتى آثار قديمة. تعرف موضوع الآثار يعني تهريب الآثار قائم على قدم وساق.
نعم محمد. دكتور هم الحضور الجوي يعني سرق عداقة، سرق ناس همج لا يعرفون لا بالدين ولا بالسياسة ولا بالحكم ولا بالاقتصاد. نعم. ناس عصابات يحكمون، دولة ما يعرفون قيمة تمثال شنو أو قيمة صرف شنو يعني. ومع الأسف أكو أجيال انخلقت يعني بالعراق ما مهتمين بهذا الشيء. ليش؟ بعض الأجيال اللي جد يعني اللي طارعوا كبروا بهالوضع هذا المأساوي. نعم. يعني من تقول فلان هذا تمثال يعني إلى فلان يعني مثلا. نعم. يعني هذا التمثال صنع كذا أو هذا التمثال يرمز بلا شيء ما يتم. نعم. يقول لك أنا سحاير بالتمثال يعني ما يعني وصلوا لهالمرحلة هذا. يعني أكو أجيال هسه موجودة ما يعترفون لا بتمثال ولا تقول له حضارة العراق كذا، يقول لك يا حضارة معود خلينا نعيش. حتى بغداد غيروا ديموغرافية الواجهة غيروها. نعم. يعني من الطب مناطق شعبية سكنية. نعم. تلقيها مسوية كلها مخازن ومعامل وورث صناعية. من الطب شوارع تروح بيها تلقيها كلها معامل وورث صناعية. غيروا ديموغرافية بغداد ولتسقيط هذا البلد. يعني شلون اكو 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 خطة يعني حسب ما نسمعها او موجوده المليار الذهبي او من هذا القبيل، هو العراق اللي حيبقون 5 مليون دي على مود ما يتحكمون بيهم. نعم. يعني الناس الشرفاء والواعين يريدون لا يهددوهم لا يقتلوهم على كيف كيف على مود زي هذا لا يجادلهم. نعم. يقول لك احنا نريد نمشي مجموعه ناس على هوانه. نعم. يعني بيجادلهم يعني انا واحد من الناس مرات من اجادل ومن الناس من احكي ويا ناس يجادلوني يعني اوصل مرحله المشادات الكلاميه تصير بين ناس. نعم. يعني يقول لك يا معود احنا شعبينا وما علينا وما ادري شنو خايفين الناس خايفين يعني الوضع في العراق حاليا ضايع دكتور. نعم. مع الأسف يعني. مع الأسف. أنا أشكرك أخي محمد من بغداد. طبعا يعني يتحدث بعض من زار إيران بأنه بعد قيام ثورة الخميني ولغاية الآن ما زالت إيران تحتفظ بقصور الشاه كما هي لتدلل على الحقبة التاريخية لتلك الفترة. فهذا يعني وهذا الحال مع جميع الدول بأنها تحافظ على الإرث والمعالم لدلالة تاريخية ودلالة على هذه الحقب التي مرت على هذا البلد. أبو فهد من بغداد. أبو فهد يعني معقولة أنه أمانة بغداد، وعليكم السلام ورحمة الله، معقولة أمانة بغداد يعني إجا المقاول وخرب هذه النصب كهرمانة وهي ما تدري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ. يعني هاي البلدية والحكومة هي ما جت لبناء العراق. نعم. صدق واعتقد هم هاي السلطة هسه الموجودة ما لها علاقة بالعراق نهائيا، ما لها علاقة بالعراق بس. نعم. يعني تقرب من شتى المجالات. شتى المجالات. نعم. وحد سئلة طارقة عندك معارضة، كان يقول لهم لا احنا ما عندنا معارضة، احنا عندنا مجموعة لصوص حرامية. نعم. نعم. يجون يستولون على البلد وهذا حق حقيقة. حقيقة كان. نعم. فكانوا الإيرانيين يحلمون يوقفون على الحدود العراقية، فكيف اذا هم لا يعني ايش تتوقع شو يصير يعني؟ نعم. هم الايرانيين ومعهم الامريكان، هم اللي دمروا العراق مع بالاشتراك مع هاي السلطه الموجوده بالعراق. نعم. وانا اشكرك زين. بس اسالك سؤال، هذا التخريب لكهرمانه ولمعالم ولساحات ونصف في العاصمه بغداد اذا تحدثنا بشكل خاص، هل هو أمر نعم. متعمد أم يأتي عن جهل؟ نعم متعمد. متعمد. نعم. أنا أشكرك أبو فهد من بغداد، ونذكر المشاهدين بأنه في حقبة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي أراد أن يرفع ويهدم ساحة الاحتفالات، ولكن تدخل في وقتها
الاحتلال الأمريكي لإيقاف مشروع هدم ساحة الاحتفالات في العاصمة بغداد. نذهب إلى ملف آخر، حيث جدد ثوار ساحة الحبوب في الناصرية بمحافظة ذي قار مطالبتهم بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي بعد عامين على اختطافه خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية في ساحة الحبوب. ويعد موضوع تغييب الناشط المدني سجاد ستار العراقي من أبرز الملفات التي سوفتها الحكومة، ودليل صارخ على إفلات الجنات من العقاب كما يقول الناشطون والعراقيون. وعلى الرغم من معرفة اثنين من المتهمين باختطافه وهوية العجلة التي نفذت بها عملية الاختطاف ووعود الكاظم لذويه بمعرفة مصيره فضلا عن تنفيذ عملية لجهاز مكافحة الإرهاب بحثا عنه، إلا أن الملف لم يشهد تقدما يذكر، وما زال مصير سجاد العراقي مجهولا حتى اللحظة منذ اختطافه في 19 من سبتمبر من عام 2020. لنشاهد جانبا من البيان ومطالب ثورة ثوار ساحة الحبوب في الناصرية في ذي قار، فلنتابع. إلى أن حكومة الأحزاب سوفت قضية الثائر سجاد العراقي وعجزت عن كشف مصيره، ولم نرى أي تحرك جدي من قبل اللجنة التي شكلت للتحقيق في هذا الملف، وعلى الرغم من وجود كل المعلومات التي تخص الخاطفين والجهة التي ينتمون إليها وكل تفاصيل الاختطاف التي قدمت من قبل الشهود والكثير من المناشدات من قبل عائلة المغيب سجاد العراقي واللقاءات مع المسؤولين المعنيين بما فيهم رئيس الوزراء، ولم يقدموا سوى الوعود وتشكيل اللجان التي لم تقدم لهذا الملف أي شيء سوى التسويف والمماطلة. لذلك على رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الأمنية محافظ ذي قار وقيادة العمليات وقيادة الشرطة العمل الجاد في هذه القضية وعدم تسويفها كما حدث سابقا. وفي حال استمرت محاولات التسويف والمماطلة في هذا الملف سيكون لثوار الناصرية اعتصاما مفتوحا في قادم الأيام. نبقى في الناصرية، إذ أقدم مجموعة من متظاهري المدينة على إغلاق مكتب حركة امتداد التي تدعي تمثيل ثورة تشرين زورا كما يقول عراقيون وناشطون. وجاء إغلاق المكتب بعد ساعات على جلوس عدد من نواب الحركة مع مرشحي ميليشيات الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمد الشياع السوداني، على الرغم من ادعاء الحركة بأنها مستقلة وتمثل تطلعات تشرين، الأمر الذي عده المتظاهرون ضحكا على الذقون وكذبا مفضوحا. يشاهد قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الموضوع. شلاهم قاعد ويا من ويا الإطار بنص الإطار، نزلوا امتداد استنكار، قالوا راح شخصيا هو شخصيته وقعد وياهم، ما ادري هاي سوالف يضحكون علينا. كلكم عندكم علم، العراق كله عنده علم، ثوار تشرين ما يجاملون اي واحد. انا اليوم اذا اغلط كلهم يصيرون ضدي، ساحة الحبوبي والعراق كله يصير ضدي اذا اغلط، ما حد يجامل بالخصوص ابنا من الاحزاب من الدنيا، ذولا كلهم يجاملون ربحهم. احنا تشرين ما نجامل اي واحد. حمود اخوي اذا كض عليه كضه يفضحني ينشرني، ماشي. اليوم احنا جينا مكتب امتداد هنا، مع احتراماتي لمود المنطقة وبالبيت المجر بيته، البيت ما حرقناه، دلنا غرافكم بوي امتداد، دلنا غرافكم طلعناهم بطارمة وباشر تجون تاخذونهن، ولكم منا الباشر. هذا بلا تفاعل الجمهور العراقي، تفاعل الجمهور العراقي مع ما جاء في هذه المقاطع. موفق ياسين يقول: عمي يا امتداد صاروا جزء لا يتجزأ من الإطار، والدليل على الركاب اختفى لا حس ولا نفس. علي مهدي حسين يقول: حركة قامت على دماء الشهداء، ماذا تتوقع منها أن تكون؟ وكذلك باقي الأحزاب التي تسلقت على تضحيات تشرين ودمائها، كلها مصيرها إلى الزوال. أما علي عباس فقال: علي الركاب أكبر خائن وعميل، والله العظيم هو وكل نائب صعد بروس الشهداء.
عقيل يقول عزيزي امتداد ناس فاسدين كما يقول حالهم حال أي حزب آخر، والطامة الكبرى يقول صعدوا بدم الشهداء والآن يشتركون مع باقي الأحزاب بكل صفات الفساد واستلموا مليارات من المالكي. معنا اتصال أحمد من مصر. أحمد مرحبا بك، تفضل. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بحييكم وبحيي قناة الرافدين والسلام المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. بالنسبة أنت بتقول كلام مهم بالنسبة للأصول أو النصب التذكاري. نعم. إن الجماعة اللي عندكم بيحكموا آدم والنصب التذكاري والحكاية والرواية. نعم. فأنا بقول الكلمة للشعب العراقي بالنسبة لواحد صعب سافر العراق كان من يوم 3 أشهر. قعدت معاه بقول له العراق ده اخبار ايه؟ قال لي يا عم الحاج عاملين في القصور اللي بناها الرئيس صدام حسين الله يرحمه بربين فيها خيل، دي الناس دي ما بتفهمش. الناس اللي بيمسكوا عندكم دول الناس ما بتفهمش وحراميه. زي عامل راجل بني قصر ولا قصور ومربين فيها خيل، ده دول ناس ما هم ايه اللي هم بنوا؟ انتوا بقالكم 19 سنه بحكم البلد وقال لك النظام الدكتاتوري والنظام البعثي والنظام والله صدام اشرف منهم وجزمته برقبته لانه هو راجل عامل كرامه للشعب العراقي وعامل لهم كرامه ولهم هيبه في المنطقه مش في العراق ده في المنطقه كلها لها كلمه. اما بالنسبه للاصول الرئيسيه يعني عندنا في مصر مثلا الاصول الرئيسيه لحسن مبارك بلا عصر او اي رئيس دولي حتى لو الشعب كان ضده ما بنجيش لان دي مال البلد بالضبط يعني دي حاجه البلد. انت ازاي تتعرض لها الاصول الرئاسيه النصب التذكاري الحاجات ديت المفروض الحكومه تحافظ عليها لانها ديت من تراث البلد. نعم. فبالنسبه للناس الولائيين اللي بيحبوا ايران بيقول لك احنا ايران احسن من العراق، طب ما تروحوا تعيشوا في ايران. ايران لو هي بلد زين زي ما انتم بتقولوا وهي بلد حلوه وزي الفل ما تروح تعيش هناك لان انت كده انت مالكش ولا لبلدك ولا لدول الثانيه بدل ما تكرم الايراني تاكله وتسيب لبلدك الجعان اللي قاعد بالذات الناس اللي المهاجرين اللي في الجروف الصخر اللي انتوا بتقولوا الناس اللي في الخيم وعاملين لهم خيم وعاملين لهم مش عارف ايه. طب هم الناس مش عراقيين المفروض يبقى لهم بيوت يعيشوا في قلب البيوت زي دول الناس بالدرجة الثانية مثلا. نعم. أشكرك يا أستاذ. شكرا عمر. أحمد من مصر كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم من جديد.
يقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأن محاولات إيران لتكريس احتلالها كواقع حال دائما ما يصطدم بردود فعل عراقية، ولعل ما شهدناه في ثورة تشرين من إحراق للأعلام الإيرانية وصور قادتها كسليماني والمرشد الإيراني علي خامنئي، فضلا عن اقتحام وإحراق قنصليات إيران ومكاتب ميليشياتها في أكثر من محافظة، خير دليل على ذلك. وآخر صور هذا الوعي والرفض الشعبي كما يطلق عليه عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي لكل ما يرمز لإيران تجسدت في تداول مقاطع مصورة لعراقيين انتفضت بداخلهم الغيرة كما يقول ناشطون عند رؤية الأعلام الإيرانية في كربلاء وشروعهم بإنزالها، لتلقى هذه المواقف تثمينا ومساندة شعبية على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد قبل استعراض تعليقات العراقيين. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي من التعليقات على فيسبوك حول هذا الموضوع. محمد الحارس يقول أعوذ بالله منهم ومن علمهم، لا ترفع تلك الأعلام في بلد الشهداء والأبطال، ستبقى تلك الدولة التي لا يشرفني كما يقول ذكرها عدوا لبلدي ما حييت. حمزة قاسم يقول عاش العراق، الله يحفظكم إن شاء الله، كل الأعلام والرايات والشعارات تنزل بس علم العراق يبقى عالي. أبو مياس يقول هيج تصرف ما يعجب الذيول، لأن عايشين بالذل والخناعة والتبع. فهد يقول قف أنت في العراق، بوركت سواعد الأبطال في العراق رجال شرفاء أبوا أن ترفرف غير راية الله أكبر. نذهب إلى موضوع آخر ومع مفردات البطاقة التموينية. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود ملفات فساد وهدر مالي تخص وزارة التجارة وعقود تجهيز مفردات البطاقة التموينية، حيث تم تشخيص مخالفات كبيرة بالأسعار ورداءة النوعيات. وكان عضو اللجنة هادي السلامي قد أكد في وقت سابق بأن قيمة الفساد في عقد السلة الغذائية بوزارة التجارة تصل إلى 151 مليون دولار شهريا، مبينا بأن لجنة التوزيع رفعت من سعر عقد السلة بذريعة تخصيص 9 دولارات كنفقات للمفردات التموينية للفرد العراقي الواحد. وعلى الرغم من أن السلة الواحدة لا تكلف في الحقيقة بحسب الأرقام أكثر من 5.5 دولارات فقط، وعلى الرغم من ازدياد حدة المشكلات المعيشية للعائلات العراقية والتي تزامنت مع أزمة اقتصادية ضربت البلاد، أعلنت وزارة التجارة الحالية بأن نهاية العام الحالي سيكون آخر موعد لتوزيع السلة الغذائية، ما يعني حجبها بشكل نهائي عن فئات واسعة من شرائح المجتمع. وفي ظل هذه الأخبار ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تعج بين الحين والآخر بمقاطع مصورة تبين رداءة مفردات البطاقة التموينية، لا سيما مادة الطحين التي تعد مادة أساسية عند المواطن العراقي. دعونا نشاهد مع بعض حال مادة الطحين التي وزعت على المواطنين في محافظة البصرة لهذا الشهر، فنتابع. مع المواطنين شوفوا انبصوا، خليقوا البورة قلابي صح، شوفوا هاي الكمية هنا الناس، وهذا الطحين مع المطاحين، شو اسمها هاي المطحنة، هاي المطحنة الطحين كله مفصل صار الطحين، الطحين هذا الطحين مفصل كله مشرميد، شلون البورق وصار. تفاعل العراقيون مع هذا المقطع الذي يبين رداءة مادة الطحين الموزعة في البصرة
فضل يقول تريليونات مخصصة للطحين المفصص كما أشار إليه والتمن اللي ما ينأكل. أما حسين فقال قانون الأمن الغذائي اللي قرره وين راحت أمواله اللي الآلاف المليارات بي، يقول إن شاء الله تطلع حوبة الشعب المسكين. علي أبو سيف الكناني إيه مخطية ما عندهم فلوس، قانون الخمط والدعم الغذائي نهبوا فلوسه وتقاسموهن الأحزاب الفاسدة وزعاماتهم الكلاوتشية. وليد الفراجي يقول هذه السلة الغذائية التي وعدنا بها المبخوت، يقصد بها مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة. معنا اتصال صباح من بغداد، أرحب بك معنا صباح. عرضنا العديد من الملفات منها تخريب نصب ساحة كهرمانة في العاصمة بغداد، وكذلك رفض ثوار الناصرية لتحركات حركة امتداد في البرلمان، وكذلك لإنزال العلم الإيراني في بعض المقاطع التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في كربلاء. وهذا المقطع الذي عرضناه يبين رداءة الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية. مرحبا بك، تفضل، ما هو رأيك؟ السلام عليكم أستاذ عمار. وعليكم السلام يعني ورحمة الله. بالنسبة للشارع العراقي الآن أصبحت يعني عنده صحوة وكشف كل المشاريع الموجودة الخبيثة بالمنطقة. يعني بالنسبة لامتداد وشفنا احنا الجلسة الأخيرة اللي حضروها بعض نواب امتداد اللي يمثلهم علاء الركابي، شفناهم جلسة مع السوداني، أخير جلسة انعقدت يعني مؤتمر صار بيناتهم في تداول اللي الخطة اللي راح يضعها رئيس الوزراء المرتقب حسب ما هم يدعونه. نعم. فالشارع العراقي عرف ان امتداد يعني هي التابعة وانها ولاءها الحزب الدعوة وجاي تأتمر بأمرهم وجاي تتحرك على ما هم يريدون. هم لو صادقين وجادين امتداد وعلاء الركابي كان دبهم استقالتهم، قالهم هاي الحكومة أيضا شكلت حكومة محاصصة وطائفية وما راح تسوي أي شيء، نفس الوجوه الكاحلة اللي جربناها سابقا راح تعاد. هاي بالنسبة لامتداد، وإحنا نعرف وكل ثوار تشرين يعرفون أن امتداد هي جزء من حزب الدعوة والحكمة والفتح والنصر، يعني هم يعني مثل ما تقول بجهة واحدة. أما الأعلام اللي نزلوها في كربلاء يعني صارت صحوة الضمير، وعرفنا إحنا المشروع الفارسي وحقدهم وغلهم، وإن إحنا متأثرين كسياسيين متأثرين بإيران وإنهم تبعية لحد الآن. يعني هذا العقل المعارضة وعقل التبعية والناس اللي ما جاي يطلعون من مجال اللي هم يفكرون به مجال الانتقام فقط. الناس هسه عرفت هذا العلم هو علم شر وعلم ما يرفع بالعراق. يعني المفروض كل دولة تعتز بعلمها، يرفع في طهران أو قوم عادي ما عندنا مشكلة، لكن يجي يرفع بكل شوارع كربلاء والنجف والبصرة وبغداد، وتعلق صور القتلى مالتهم من سليمان وغيره في كربلاء. العراقيين ما رافضين هذا الشيء وما يتقبلون أن ترفع أعلام لغير دول بالعراق سواء أمريكي أو خليجي أو إيراني. احنا بلد نريد نقول احنا مستقل، واحنا ناس عندنا كرامة ونريد نسوي سيادة لأنفسنا احنا كمواطنين، فما حد يتقبل هذا العلم. هذا نعتبره علم شر، ودخلت إيران سياسيا واقتصاديا وأمنيا كلها في سبيل تدمير وانتقام من العراق اللي حاربهم 8 سنوات وجم بحقد. ما شفنا الإيرانيين بنا مساعدة. أنا أسألك يعني على موضوع نصب كهرمانة، يعني موضوع تشويه معالم العراق بشكل عام ومعالم العاصمة بغداد، كل فترة نشوف مقاطع وصور مؤلمة لتشويه المعالم. زين، هل يعقل بأن أمانة بغداد ما عندها ناس موظفين مختصين بالنصب التذكارية؟ من يجي واحد مقاول يمد أنابيب صوندات ويخرب نصب كهرمانة، أو ما جرى قبل فترة مع نصب الشهيد والإزالات اللي صارت بنصب تذكارية، يعني كلها العراقيين يعرفون اللي صار. هل الأمر متعمد؟ هل الأمر يتم عن جهل؟ شنو القضية برأيك؟ لا متعمد، احنا كعراقيين نقول هذا الأمر متعمد. نعم. يعني هذا الإهمال الحكومي وأمين بغداد، عندنا احنا عدة معالم في بغداد. نعم. كلها تم إزالتها وتم تدميرها،
شفنا احنا الساحة ابو جعفر المنصور. نعم ليش باختصار؟ اكثر من معلم متقصدينه. نعم. يعني اكو عندهم توجيهات خارجية تأثر عليهم. على الامين وعلى غير الامين وعلى المسؤولين في امانة بغداد من يهمنون هيك معالم تاريخية وحضارية في بغداد وكانت لها واجهة لبغداد وكان من الناس تيجي بس تصور يم هيك مكانات حلوة. إذا هذا الأمر مقصود. وصيانتها لهاي السنوات ال 19 ماكو أي صيانة عليهم. يعني هذا أيضا إهمال في سبيل إزالتها مستقبلا. هيك يفكرون. يعني اللي جاي استلم منصب أمين بغداد ما جاي يعمر بغداد وينظفها. شوف الوساخة وشوف المعالم تم تدميرها بالكامل. إذن هذا متقصد لتدمير البنية التحتية الموجودة بالعراق. من معالم من وزارات من جسور. أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. نذهب إلى الهاشتاج. يبدو بأن إعادة الفتنة أو دعاة الفتنة ما زالوا يحاولون العزف على وترها دون ما اكتراث لحياة العراقيين ووحدتهم التي تعد صمام أمان للسلم الأهلي والعيش المشترك في الوطن الواحد. فبعد الهجوم على مدينة الأعظمية والتحريض على أهلها وفشل المغرضين بالنيل منها عقب تصدي المدونين لهذه الهجمة عبر رفع واسم الأعظمية عنوان للوطنية، عادت نفس الأقلام المأجورة كما يقول العراقيون المأزومة بعقدة الطائفية إلى الهجوم مجدداً على المدن العراقية الأصيلة لتستهدف هذه المرة مدينة النجف قبل أن ينبري لها مجموعة من المدونين الوطنيين العراقيين على واسم النجف مدينة الشرف. دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات التي جاءت تحت هذا الوسم على تويتر. فمنهم من غرد وقال كريمة تقول اللي رافعين الهاشتاج ولائية هدفهم تأجيج الطائفية للأسف البعض وقع بهذا الفخ. خليكم عراقيين، ماكو فرق بين النجف وبين العظمية، الاثنين عراقيات. تقول سوالف الولائية وأذناب إيران لا تخلوها تمشي عليكم. محمد يقول حسابات وهمية وجيوش إلكترونية، شلون الهاشتاج اللي ضد العظمية من نفس الأشخاص حتى يعملون تفرقة وفتنة لا تنجر وراهم، يحذر محمد. قاسم الشمر يقول النجف دار الشرف، يقول محاولات بائسة للولائية من أجل إثارة الطائفية التي انتهت بعد ثورة تشرين. يقول اليوم العراقيون كلهم موحدين من أجل إنهاء العملية السياسية والتغيير الشامل. عباس الطائي يقول الهجوم على مدينة الأعظمية وعلى مدينة النجف يصدر من بؤرة شر واحدة، النجف دار الشرف. نذهب إلى أنفوغرافيك. بيّنت التسريبات الصوتية لمنتسب في لواء أئمة البقيع التابعة لميليشيا الحشد في محافظة ديالى كريم صالح كريم كما يدعى اختطاف أشخاص مختلين عقليا وإلباسهم أحزمة ناسفة وتفجيرهم عن بعد وضرب نقاط للجيش كما قال هو في التسريبات. المزيد في تقرير لقسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، دعونا نتابع. احداثيات لازم تنظرف هاي الاحداثيات، واحدة الاحداثيات هي نقطة تابعة للجيش. ناديت علي قلت له حجي انه هذا نقطة تابعة للجيش، قال ظروفها ما لك علاقة لا تدخلون. بعيدا عن الوطنيات الزائفة وادعاءات العداء للفساد وضرورة القضاء عليه، تسريبات صوتية جديدة تسلط الضوء على حجم الإجرام الذي وصلت إليه الميليشيات على لسان أحد منتسبي ميليشيا أئمة البقيع التابعة لميليشيا الحشد. وللمفارقة فإن أمير ميليشيا أئمة البقيع سعد طعيس هو نفسه بطل تسريبات المالكي التي نفضت الغبار عن طائفية مقيتة يعتاش عليها السياسيون في العراق. التسريب الجديد تضمن فظائع قامت بها الميليشيا من جرائم وانتهاكات وعمليات ابتزاز وخطف معوقين ومرضى عقليين ووضع أحزمة ناسفة ثم قتلهم وإعلان إحباط هجوم انتحاري أو اعتقال مواطنين عاديين واعتبارهم قيادات في تنظيم داعش عبر تصوير أسلحة ومتفجرات بالقرب منهم أو داخل منازلهم. أكو ضباط متعاونين ويساعد رئيس وهاي العمليات الأخيرة
من 2020 لحد الآن. التسريب الصوتي كشف عن تورط بعض الضباط بقيادة قائد عمليات الجيش في ديالى اللواء علي فاضل عمران بالاتفاق مع الميليشيات ذاتها، فضلا عن افتعال هجمات على قوات الجيش في محافظة ديالى تتولى الميليشيات فيما بعد الادعاء بالتصدي لها. تسريبات لا تجد إلى القضاء سبيلا كسابقاتها من تسريبات المالكي وزمرة السياسيين الفاسدين في ظل سيطرة الأحزاب وميليشياتها الولائية على مفاصل الحكم واستفرادها بسرقة مقدرات البلاد وقوت المواطنين وسط غضب شعبي متصاعد مع اقتراب حلول ذكرى ثورة تشرين ودعوة الناشطين للنزول إلى مختلف ساحات وميادين العراق للتعبير عن رفضهم لسلطة الميليشيات وإجرامها ضد الأبرياء. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.